اهدي اهدي يا جواهر، ترى ان هالشغله ما هي مستاهله. ها ما هي مستاهله؟ واقف تتصور مع الحريم الاجانب وضحكتك شبرين وتقول ما هي مستاهله؟ تقهرين علي يا جواهر؟ لا يا حسان، انا ما اتكلم معاك بسبب الغيره، هذا اخر همي. العاد وش هو اللي مزعلش ومكدر خاطرك؟ انا بس ابغاك تحترم نفسك وتحافظ على مكانتك، ما هي زينه قدام الربع قاعد تتصور مع الاجانب. سلم عليك جواهر. جواهر.